ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. خرج العشرات من ساكنة جماعة وولوت بإقليم بركان يوم السبت 30 مايو الجاري للاحتجاج تنديدا بعدم تحصلهم على المساعدات الغذائية أو القفة في ظل استمرار حالة الطوارئ الصحية التي أجبرت العديد من المغاربة على المكوث في منازلهم بسبب الإجراءات المتخذة في إطار تطويق فيروس الكوفيد 19. ووفق شريط فيديو منتشر، فإن عددا من ساكنة الدواوير المنتمية لذات الجماعة أعربت عن استيائها من سوء توزيع هذه القفف، مبرزين أن هناك بعض الأسر تمكنت من أخذ القفة مرة ومرتين وثلاث، فيما أسر أخرى لم يحالفها الحظ في قفة واحدة بالرغم من تسجيلها في لوائح الأشخاص المعوزين. وأجمع المتحدثون في الفيديو أن هناك تلاعبا في توزيع القفف منذ شهر رمضان، رافضين ما اعتبروه إهانة في حقهم، حيث اعتبروا أن القفف التي لم يتوصلوا بها هي صدقة يقبلون بها في هذه الظروف الاستثنائية، شريطة أن لا يتم إدلالهم بهذه الطريقة غير الإنسانية والأخلاقية. وحمل أحد الأشخاص المسؤولية للحكومة التي تساهم بشكل أو بآخر بخروج هذه الحشود لخرق إجراءات الحجر الصحي من أجل أبسط الحقوق والمتمثلة في المساعدات الغذائية للأشخاص المتضررين، مبرزا أنهم يعيشون تهميشا وإقصاء لم يعد بالإمكان السكوت عليه. كل يوم كنجيو هنايا كيعطيو الكفار، ملي كنجيو عندهم كيقولوا لنا ما كاينه بالكفار، يقولوا لهم الرامد ما كاينش المره الاولى، شي كيعطيو لا رامد، شي ما كيعطيولوش، كلشي من وجهيه. قالك اللي صاب بالرامد ما يصابش بالكفار. تبعنا حنايا الرامد نهار الاول، كل نهار نجيو كل نهار نقولوا غادي يصيفطوا لنا، غادي يعطيو لنا، واحد يحصل في واحد يقول لك الكرات، واحد يقول لك واحد تشكي، وتا حاجه ما كاينه. الان مازال ما استفدنا حتى بحاجه، لا بالرامد ولا بالكفار. كي غادي نديرو؟ هما يقولك ما تخرجوش ما تخدموش، بقا غادي نديرو؟ غادي نجمع اللي عندها 3 4 اللي عندها 10 اللي ساكنين في بيت وحده، في غادي نمشيو حنايا نضيعو نموتو؟ واش هذا حق ولا ماشي حق؟ كي نمشيو خلونا عندي جوج ولاد مسكين. غير نتفاهموا الله يخليكم، غير باش المواطن، الله يخليك، غير باش المواطنين اللي راهم يتفرجوا يعرفوا فين المشكل. دابا القضيه نتاع التوزيع كيفاش كانوا يوزعوا؟ باش ندور بعدا نتيا باش المشكل اخويا تاع الكرات كيعطي كل من ما بغى. السلام عليكم. غير بالنسبه للسؤال الاخر اللي قلنا، واش لا كنسجلوا؟ صراحه كنسجلوا واحد الدور من طرف الدولة اللي عنده كيعطيو له، اللي ما عندوش كنسجلوا ضعف ديال التسيير، لا ضعف ديال التسيير حق هاد الساكنة هاد. وبالنسبة للطريقة ديال التوزيع حسينا بالذل والإهانة، إن باش تعطي صدقة ولا إعانة ولا كيف ما كيقولوا هما كيف ما بغاو يسميوها، عطيها للإنسان بالسترة، عطيها للإنسان ديالو وصلها له الدار، درتي الخير كمل على الخير. واش تبغي امك ولا اختك ولا الزوجه نتاعك تجي توقف هنا الشمس النهار كامل ومن البارح هما هنا ولا باغي؟ غير السي احمد غير نتفاهموا، دابا الطريقه نتاع التوزيع واش كانت توزيع مباشر ولا كيفاش كانت الطريقه؟ بالليل توزيع غير عادل بالليل بي وليس بالنهار. الطريقه واش كانوا يفرقوا ليبون ولا كانوا يجيو عندكم حتى للضيوف؟ فهموا ليبون كيفرقوا البون حسب ما يشاء، ان البون كيتباع ما يوشع كيتباع البون، يعني القيمة نتاعه. شكون الناس اللي كانوا ساهرين على التوزيع؟ لا الأعوال ولكن نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.